مرحبا بكم أصدقائي المستمعين في هذا العدد 37 من حصتكم الرياضية حديث النجوم. نفس الموعد كل ثلاثة من 6:30 حتى 8 تاع الليل، السهرة نصفحوا فيها ألبوم ذكريات اللاعب من الزمن الجميل. نجم سهرتنا الليلة خريج مدرسة سليمان عاصمة الوطن القبلي بلاد القوارص والبرقدان، مع المكش كان حتى مشوار وعزف أحلى الألحان وترك في قلوب عشاق الدم والذهب أحسن شان. بجديته وأخلاقه داخل وخارج الميدان دخل في ذاكرة كل الرياضيين في كل مكان. على قدور خلال الشجاعة والصلابة على مجد الفنان الخفة والرشاقة. وكون مع بن يحيى في دفاع الترجي ثنائي صمام الأمان. وفكرنا بثنائي شوارزنبيك وبيكنبا ورقائد البايرن الألمان. ورفع في وجه كل المهاجمين علامة قف ممنوع المرور. الشيء اللي خلى اسم عبد الحميد الكنزاري يتغنى به الجمهور. وبعد ما كمل المشوار انتظرناه باش يكون على خط التماس كقائد كتيبة مغوار باش يعدي للجيل الجديد قواعد اللعبة منذ بداية المشوار. لكن الإصابة اللعينة حرمتنا منه فلا رد لقضاء الله والأقدار. يا كنزاري يا أبو حميد إن شاء الله ربي يعطيك الصحة ويجعل أيامك كلها عيد. حبيناك الليلة من كل جهة من قريب ومن بعيد، ومع صديقنا برهوم باش نكرموك في حديث النجوم. أهلا أخوي عبد الحميد الكنزاري نجم سهرتنا الليلة، مرحبا بك على موجة راديو لسفام. السلام عليكم ونشكرك يا سي إبراهيم ونحيي مستمعي كل لسفام، بارك الله فيكم من اللفتة الكريمة. شكرا لك. إذن الاستوديو الخارجي في بيت نجم سهرتنا الليلة ستوبر السابق للترجي عبد الحميد الكنزاري ومع العائلة المستقرة نتوجه له بتحية كبيرة برشا، وراء كذلك كل عشاق وعشاق الكشخة داخل وخارج الوطن، والاستوديو المركزي بجلسة الأحلام يرفق كالعادة الثلاثي الانتصارات وتتويجات الكابتن أيمن على 75-658-100 يستقبل مكالماتكم ورأس الحرب المايس ربوعي شعل الكونسولات صديقكم برهوم في التنسيق أمام الميكرو مباشرة. خويا عبد الحميد نجم نعملوا على الذاكرة الليلة نسترجعوا شوية ذكريات. أكيد أكيد طبعا. أكيد ثم حاجات تتنساش رأي أكيد ما تعرف الرياضيين خاصة أحنا أنا عيب باش يقول واحد بالنخبة إنما اللي يلعب في جمعية كبيرة ولا في الفريق القومي وحتى صغير، حتى عندي ذكرياتي حتى من سليمان ما شاء الله كنت صغير قبل من باشر الترجي وبعدين الفريق القومي. أيوه تواكب بنخبة ملاعبية مثل يعني بي في كل فريق يعني فيها كانت تطور انت كانت ماليه فيها نجوم. نعم اي ابو حميد هاو باش نبداو. نعم. خونا ابو عيش الفقره الاولى اش يقول الجينيريك لخونا عبد الحميد الكنزاري نجم سهرتنا الليله. ماي تفضل. نبتدي منين الحكايه؟ هاي عبد الحليم قال لك نبتدي من الحكايه، وانا باش نسالك كيفاش كانت حكايه غرامك مع الساحر المستديره، انت سحرتها ولا هي سحرتك؟ والله انا بدايتي كانت في كل ملاعبي لان لعبت في البطاحي كثير ست او سبع سنين. بعدين اكتشفوني انا تعزيز والد الملاعبيه نتاع لعبه الترجي في حرم الملك. تعزيز عبد المجيد عزيز من يعني كان من الفريق القومي، كان كما انا لعبت في الفريق القومي لعب هو الخمسينيات وحتى قبل خالد حسني كل شيء. ترنيت عنده في السيمان وترنيت عند سيمان صغير، ترنيت عند بو رضا، رضا بشحابه، بو بشير الله يرحمه سي رضا الله يرحمه، ترنيت عند سي فيالة، ترنيت هذا في السيمانة. وبعدين كي عملت 17 سنة 18 سنة اكتشفني سحميد الله يرحمه، جاني هو مسؤول من ترجي اسمه حبيب طربلس اللي ربي يذكره بالخير من الحي حيوه بالمناسبه، اتصلوا بي عام 74-75 وقتها مشيت للترجي الرياضي، التحقت بهم ووقتها كان مشواري في الترجي الرياضي. اول مدرب لقيته في الترجي شكون كان وقتها؟ اول عام انا ما عنديش الحق نلعب خاطر كانوا لقيت سامي دويد هو المختار، لقيت له في العروس سابقيني ما نجمش نلعب خاطر كانوا زوز برك. لعبت سبور، ترنيت عند سي محمد طرخاني الله يرحمه وحسن مرياح وسي حسن مرياح ربي يذكره بالخير. هو اللي كان وراء انجازاتي وقتها،
يعني لعبت العام لولين إسبار وبعدين التحق بالفريق أول مقابلة رسمية مع الترجي الأكابر وقتاش؟ أول مقابلة لعبتها ضد وجدة بتاع المغرب وسجلت هدف. هذا في دورة هذا في عام 75 76 حكيت مع صلة من اللاعبين الكبار في الترجي الرياضي نجيب بن مراد فرفة العبيدي مختار القابسي كمال كاري اللي يرحمه طارق دياب تميم هذه في دورة هذه في دورة البطولة المغاربية الأندية البطلة أخوي عبد الحميد هكاك 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 دارت في تونس هذه هذه في تونس ماركيت وبعدين الترجي هزينا الشامبيون عام 75 76 أو باش نجيب البطولة أو باش نجيب البطولة نقعدوا هنا لحظة فقط نذكروا بالنسبة الدورة هذه شاركوا فيها الترجي والكليوب ومريدية وجدة ومريدية الجزائر هكا ولا هكاك بالضبط في لعبتوا دومي فينال انتم هكاك دومي فينال بعدين مع شكون كنت تتذكر يعني لعبتوا في دومي فينال؟ انتحبنا والله مع مولودية الجزائر مولودية الجزائر مولودية الجزائر هكاك والنتيجة واحد بلاش مركز زبير الباشي في الدقيقة 54 هكاك زبير هكاك والدومي فينال آخر لعبت الكلوب ووجدة مدة كلوب ووجدة وبعدين انسحبنا احنا المجموعة هذه أنت في التشكيلة هذيك ما دخلتش من أول التشكيلة يظهر من أول ماتش لا ما دخلتش من الأول دخلت بعد أي شكون عوضت؟ ذكرني شكون عوضت؟ والله عوضت أنا في الواقع في الواقع أنا البوست نتاعي نلعب ستوبر لكن فما قدور ما شاء الله وقتها قدور في البوست نتاعو لعبت رير جوش ومن حسن الصدف من حسن الصدف سجلت هدف الثاني 3-2 ايوا او باش نذكرك التشكيله هذه اللي لعبت الدومي فينال مع مولود الجزائر شوشير في حراس المرمى بوشوشه بالسيفي انت عودت اللعب بالسيفي هكا عبد القادر عكاشة بن محمود العروسي العبيدي طارق تميم والقوبنتيني والمدرب وقتها الذيب احمد الذيب المرحوم وفتح بالسيفي وقت جاء من الكرم وقتها يعني ثم ورقه حمراء ملاعب خذاها ذكر شكون دولي عبد الكريم بوشوشة جوبا جوبا جوبنتيني جوبنتيني خذا وقتها ورقة حمراء بالنسبة لل تحكي في إبراهيم راك على 45 سنة ما... أكيد مازال تذاك يعني... إيه بالضبط ماتش مولودية وجدة ماتش مولودية وجدة اللي حكيت عليه كملتوا ربحتوا 4-8 وقتها 4-8 والتشكيله وقتها شوشان وعوضوا كمال كريا بوشوشة بتخلي الكنزاري في الماتش هذا او الماتش نتاع كذا عبد القادر عكاشة بن محمود العروسي جلاسي وعوضوا عماد العنابي عندكم سرت عماد العنابي هكاك عماد العنابي ولد عليا ولد عليا بالضبط طارق ذياب جمال بوهلال حيوه هذا غاب برشا برشا على الساحه جمال بوهلال هكاك وعندكم اسم اخر زاد غاب برشا على الساحه فوزي الحنشي هذا هكاك فوزي الله يرحمه يدولي تفت مع تبيه الله يرحمه إذا هذا بالنسبة للنهائي إذا باش ناخذوا معنا هاتف يقولون الأخيان حاضر نجم ناخذوا نقول ألو ألو مرحبا ألو صباح مساء الخير مساء الخير أهلا وسهلا بك أهلا وسهلا بمستمعي إذاعة تونس فهم إن شاء الله تكون المداخلة هذه باهية يستحقها السيد اللي موجود معك أو معك السيد أخونا عبد الحميد خذ معك التليفون عبد الحميد الكنزاري ألو ألو حميدو في مختار شو أهلا وسهلا حميدو بس صوت عاد وألي يخفى القمر أنا يحكي ما تقول أنا ما يتنحاش من الذاكرة في مختار إنسان مدرب عظيم هو كان مرافق المواهب متاعي رئيس مختار رناني خمسين رأو لعام الاثنين فهمت ذاكرة رياضية الفضل للمرحوم سحميد ويرجع له الفضل بدل سي مختار 5 سنين رأو مش شوية رأو وعندي سي مختار نتذكر عندي ذاكرة معه منهم ماتش اللي لعبنا في فيشي تذكروا كنا ربحين 3-0 تذكروا سي مختار ربحين الجابون اي غابون اي غابون ليكيب نتاع غابون ناسيونال اي تفكر كنا ربحينا 3-0 وخرجت انا وخرجت خالد بن يحيى بعد قلبت الايه ولا ربحينا ذكر الماتش
كنت كنا الاخبار ننقلوا فيها لسي حسين الله يرحمه، قلت لنا ايش باش نقولوا لسي حسين، ذكر سي مختار ايه هذا ما ذكرت ذكرت كبار مع حميد وعبد الحميد. عبد الحميد انا شخصيا يعني ما نجمش ننسى الفتره اللي عديتها معاه وخدم معنا وعاوني بالديسيبلين نتاعو بالانضباط نتاعو بالاحترام نتاعو بالمثابره نتاعو بالعمل بالجد كل شيء، يعني كان انسان منضبط الى ابعد الحدود وكان يعني عنده امكانيات كبيره. وانا ما نجمش ننسى كيفاش ورجعته ستوبر ونحيت عبد القادر المزاوي. عبد القادر معناها يعني وقت عملت العمليه هذه حسن بن خوج الله يرحمه نحكيها بعد تقريبا من عام تو من عام 79 قال لي مختار انت متاكد من روحك اللي باش عبد الحميد اللي كان زاري تنحي قدور وتخلي عبد الحميد ويلعب عبد الحميد يكمل انتزاع عبد الحميد. قلت له متاكد من الراجل هذا تو تشوفه وتو تشوف المسيره نتاعو في مش يوصل بالعمل نتاعو بالكاليتي اللي عنده، اهم شيء الكاليتي اللي عنده والانضباط نتاعو والخدمه نتاعو وحب الحب المريول وهكذا. هذا هو اللي صار. وعبد الحميد يعني اول مقابله انا سمعت جينا من فرنسا كنا في اونستاج مش عارف ضد حملنا كورنيا في الدقيقه الاخيره نتاع المقابله تقريبا لوتشي العروسي يوزع الكورنيا وعبد الحميد يحطها في الشارع ربحنا الماتش هذاك. ثم بعدها بجمعه نلعب ضد السياسات في الزويتن في الدقيقه الاخيره مجيد بن مهدي في الدقيقه الاخيره مجيد يعمل كورنيه وعبد الحميد ينقز فوق الناس الكل تبارك الله في الديتونك اللي عنده وفي الانجاجمون اللي عنده وفي الليتات اللي عنده يحطها في الشبكه. ومن يوم هذاك عبد الحميد تالق وصار يعني عنصر مش قاهر عنصر اساسي الى بعد الحدود وحتى بعدها هي مشى للمنتخب وصار عنصر اساسي في المنتخب لكره التنسيه. اي استاذ مختار سامحني تفضل المختار بس نزيد نعطيك بعد ماتش الساقط مشينا لعبنا قبل العيد ضد قرقنا وما لازمهاش تطيح قرقنا لازم تعمل نيول باش تمنع ربحناها 3-2 ماركيتانا زوز كورونات ومجيد بن مراد ماركا ثالث تذكرهم سي مختار صحيح نذكر زوز كورونات ايدونتيك للشعري كتب شيء ماركيتانا ميتانول بالزيرو وبعد مركب مجيد بن مراد الثاني. وقتها كانت عندنا كيب تبارك الله يعني هذيك جلها دام سنوات 10 سنوات بعد الفتره هذيك والى ماركي لومبرانت نتاع الترجي الملاعبيه هذوما يعني في الفتره هذيك كانوا متالقين وكانوا منضبطين وكانوا اندفاع كبير وكان يعني جو كبير ياسر بيناتهم وكان الزمان الجميل نتاع الكره التونسيه. سي مختار سي مختار سامحني سي ابراهيم سي مختار كان لو كورون باس تري مال كنا اخوه تري بيان بليتو كنا اخوه نعيشوا كنا اخوه مع بعضنا احترام يسود كان عائله كنا نتحسروا هذا غير على هذا ما فماش يلعب بينا يلعب طارق يلعب مجيد يلعب جوبرتيني يلعب تميم يلعب خالد بن يحيى. انا منهم مره جيت من الامارات ومضروب وقال لي سي مراد محجوب خلي يلعب قلت له لا ما نلعبش خلي يلعب لسعد خلي يلعب انا نحس روحي ما نجمش يعني بحيث كان كل الملعبيه تحب بعضها كنا نحبوا المريول شكون ينتمي للترجي شكون يوصل يحطك المريول نتاع الجمعيه هذا حب الجمعيه وعلاش مشات وعندنا ممرن يتبع ومش يعني تلقى لحمه بين الملعبيه كيما المسؤولين تحسين ال 24 ساعة في البارك تذكر سي مختار الله يرحمه اي صحيح سي مختار سي مختار ثماش ملاعب توا عنده البروفيل هاك تراه تاع عبد الحميد توا في الجينيراسيون هذيا في الجينيراسيون هذيا والله شوف بدون رامي ورود إلي بيتي دو كاليتي عبد الحميد إلي دو كروند كاليتي أتليتيك اللي ماهوش بالسهل باش واحد يكون عنده في الوقت الحاضر يعني ما هو انا شخصيا مش نختار ماهوش اللي يلعبوا تو اكتوالمون في ليكيب ناسيونال ماهوش خير من عبد الحميد بكنزاري.
sur le plan de la défense, sur le plan de la notion tactique, sur le plan technique aussi. Khat Abdel Hamid mush falak bi'a ma bi'ash. Abdel Hamid waqt li bi'a waqt li yakawn. كل شيء طرفة هكا صارت اللي معك مع عبد الحميد ولا في أجواء وقت مع الترجي؟ لا عبد الحميد كان دوبو دوبوح وما عندوش ما عندوش ما ينجلزش روحه بس تصير معاه حتى كلمة ولا حتى طنفة ولا حتى حاجة. أما ما عنده كان صاحب جو كان عنده المجموعة الكبار اللي كيف اللي في قبول وأكثر في العمر كان ديما متصال معهم وكان ديما يضحك ويصدق ودائما وأبدا الاحترام المتبادل بين الناس. عايشك سي مختار، قبل ما نرفعوا الاذان نخلي لك الكلمه ليك ونجم صارت الليله عبد الحميد الكنزاري، احنا سعداء باش نسمعوك باش تكون ضيف مبجل علينا ان شاء الله. خويا عبد الحميد هو معك. بارك الله فيك. انا نشكركم ونشكر اذاعه اليست فام من جنبه اللي فكرت في 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 لاعب يحترم يستحق كل الاحترام وكل التقدير ويستحق كل معناتها التبجيل المبجلوه، لان عبد الحميد الحاجة اللي تعرضت له هي اللي وقفته كاريره تقريبا. يعني عبد الحميد من الناس اللي ربي هكاك، ربي يعني يحب هكاك، وهو قبل قدر ربي وهو لحد الان الناس كلها تحبه والناس كلها تقدر وتحترمه. وعبد الحميد يستحق كل خير، وشخص لو كان احباء الترجي بالاخص يعني يتفكروا الاسم هذايا، يتفكروا الشخص هذا ايش اعطاه للترجي وايش اعطاه للمنتخب التونسي. الحمد لله. تو عبد الحميد تتحل جوانحه تو تنقل الامور. شكرا لك يا خويا ابو حميد. سلم على اخونا الكابتن سي مختار. خلي كلمه الوداع باش نرفع. ربي يبارك لك وان شاء الله يعيشك سي مختار. شكرا ليك زينة، يعطيك الصحة على المداخلة. تقعد معنا عبد الحميد الكنزاري نجم صارت الليلة أكيد لحظات باش نرفعوا الأذان صارت العشاء حسب التوقيت المحلي جزيرة جربة وما جاورها الرجاء مراعاة الفرق في التوقيت. قبل الأذان ذكروا تحية جاتنا من صديقنا عادل بلطيف من